بلاش نقول لاعبين، اليوم الجمهور والاعلام عفوا مو قادر يبعد عينه عن تشيلسي، تفهم علي؟ فهم. يعني القرعه قاعده تقول لك الجزيره واوكلاند وبعدين تشيلسي، كل الناس اليوم حتى انا في المقدمه لما تكلمت ما حد قادر يبعد عينه عن تشيلسي، الكل حاطط تشيلسي، ابغى العب مع تشيلسي، تفهم علي؟ فهم. كيف انا اوجه الراي العام، اوجه اللاعبين، اوجه الاداره، اوجه التفكير انه لا طالع هنا اول وتشيلسي لاحقين عليه، كيف؟ قبل ما اجي هنا جلست في كافي، واحد جاني قال لي ان شاء الله بنقابل تشيلسي، قلت له خلينا نعدي اوكلاند سيتي ولا الجزيره. هذه طبعا شوف بالنسبه لنا الجمهور لازم يكون متفاعل، لانك انت تشجع في فريق كبير، فريق منافس بصراحه، اذا ما تكونش متفاعل وعندك ثقه في فريق مثل الهلال واللاعبين ما تتفاعل. بالنسبه للاعلام طبيعي، لكن اعتقد اللاعبين الهلال وصلوا لمرحله عندهم خبره كبيره وعندهم متمرسين، يعرفوا قيمه، يعرفوا بطولات مثل هذه خاصه خروج مغلوب، يعرفوا كيف يتعاملوا معها، خاصه الهلال، تكلم الهلال كيف يلعب على مباراه واحده يعرف يتعامل مثل هذه المباريات. صحيح الاعلام دائما تشيلسي ما تكلم على مباراه اوكلاند ولا مباراه الجزيره، لكن اللاعبين شاعرين بالمسؤوليه مركزين، رغم حتى الاداء الفريق مباراه مثلا ابها الاخيره ما كانش في المستوى الكبير بحكم بعد النهائي، طبيعي فيه شويه استرخاء من اللاعبين، لكن براك عن هذا الموضوع. ايه الهلال قدام ابها هو حاله فنيه طبيعيه للفريق بعد حاله تتويج، انه صعب انك توجد الحافز للمباراه، ولا الهلال خلاص ارهق والان اللي يبغى يستغل الفرصه يستغلها، الهلال تعبان بعد اسيا؟ لا بالعكس، الهلال خسر نقطتين مع احترامي لابها، ابها قدم مباراه كبيره وكان شجاع في المباراه، لكن الهلال ما تعملش مباراه، احنا تكلمنا قبلها بيوم، بعد اي بطوله يكون في استرخاء من اللاعبين، طبعا يومين احتفالات، لكن في اللاعب البديل المفروض يدخل يقدم مستويات، اوكي في اللاعبين الاساسيين ما تقدر تلومه، كانوا في نهائي وكانت ضغوطات كبيره، لكن لاعب الاحتياطي اللي يدخل الشوط الثاني لازم يقدم اضافه. الهلال تكلم الان المفروض كل لاعب يستشعر بمسؤوليه انه يلعب في نادي الهلال، شعار كبير والفنيه اللي ثقيله، فهمت؟ والخانه الان في الهلال خانه صعبه، اللاعبين كلهم الان يتنافسوا عشان يلعب، هذا الهلال ضيع نقطتين لان مباراه مثل هذه مباراه ابها، وهي ممكن فرصه جوميز نقطه تحول في المباراه وعوده معناها ابها في المباراه وتسجيل هدف التعادل، لكن زي ما قلت لك الهلال في البطولات الكبيره دائما حاضر، سقف الطموحات لازم يكون اعلى في كاس العالم للانديه القادم، وهي طبعا التفكير الاول في مباراه بين الفائز بين اوكلاند سيتي والجزيره.